يعطيكم ألف عافية، حابب أحكي كلمتين من صغار. اللي صار اليوم، القاضي فادي عقيقي اتخذ قرار جديد بتحويل الملفات تبع المعتقلين لا إرهاب ولا سرقة. اتهمونا الشباب المحبوسة 35 شاب أو 30 بالإرهاب وبالسرقة، بما فيهم الشباب اللي طلعنا أخلاق سبيل أنا وصيف الكردي، يمكن شخص من طرابلس كمان. حابب أتساءل على القرار اللي اتخذ اليوم. عقوبة الإرهاب بالقوانين هي الإعدام ومفاوئ يعني، فبنسأل نحن شو عملنا؟ نحن نزلنا بمظاهرات كرمال نبني البلد وكرمال نعمر بلد جديد، بلد اللي منحلم فيه كلبنانية، كلنا سوا نقعد فيه ونعيش فيه. بدنا نتصنف نحن كإرهاب لأنه طلعنا على طرابلس، شاركنا بمظاهرات، وهيدي أقل شيء ممكن نعمله يعني، نشارك نحن مع أهلنا بطرابلس، بأهلنا وين ما كانوا موجودين، نشارك معهم بالمظاهرات. استغربنا كتير، اليوم كان الوعد إنه الشباب يطلعوا وينخلى سبيلهم، فمنتفاجأ بالقرار اللي طلع فيه القاضي واللي هو استدعاء الجميع بما فيهم نحن اللي طلعنا برا خلقات سبيل بملف إرهاب وملف سرقة. بحب أقول للقاعد ببيته، شو ناطر بعدك كشاب وكإنسان وكحدا موجوع؟ شو ناطرين بعد؟ شو ناطرين بعد من دولة عم تطلع بقرارات إرهاب لشباب نزلت لتغير واقع تعبت هي منه، واقع باش فيها هي تتحمله، واقع انه هي بداش تكون محسوبة على اي جهة سياسية فازة. عم يحطونا، عم يحشرونا بالزاوية. بكره حيتم استدعائنا على المحكمة العسكرية لنحضر عند القاضي ويستجوبنا القاضي. اطلب من الجميع اللي قاعد ببيته بعده يتحرك يتحرك. نحن اليوم قدام قرار مصيري للشباب كلنا سوا المعتقلي، قرار مصيري لكل واحد بده ينزل يفكر يطالب بحقه، يطالب بلقمة عيشه، قرار مصيري للكل. كل واحد قاعد ببيته في عنده قرار مصيري، هلا اليوم اتخذ هذا القرار المصيري. يا بدي يحرقونا ويفوتونا على حبوسة بتهم الإرهاب والسرقة، سرقة بوابة السرايا، يا أما بدنا نروح نحنا على مواقع تانية، نروح نرجع على عند الطوايف وعند الأحزاب ونرجع ننتمي لكل حدا فاسد وكل واحد أزهر. فخلص الشغلة باش تحمل، الشغلة عم يستهدفوا كل الشباب.